الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربيع القذويني رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن شعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر في داكم هذه الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبروا ما يا علي ما دام علي وبه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عدي بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وجمحا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراج عن ربعي بن حراج عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدروا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر